اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. توا مدي ساعتين 41 دقيقة. ان شاء الله تكونوا بخير. ديما قبل ما ننهي معاكم الحصة نختموها بالكلمة الحلوة. الكلمة الحلوة كما العادة، كلمتنا الحلوة تكون معك انت كوتش ايمان العبيدي. مرحبا. مرحبا حبيبي، شو حوالك؟ الحمد لله. نسأل على حوالكم. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. مرحبا بالمستمعين يسمعوا فينا الكل. يعطيك الصحة، شكرا ليك. من بين المواضيع اللي حبينا نحكيوا عليها الصوت، وما أدراك ما الصوت ونبرة الصوت تحديدا. نجم تبدل برشا حاجات إيمانا. طبعا طبعا، أما تأثير نبرة الصوت على الشخص المقابل ولا حتى على الرسالة اللي نقدمها. وكل عادة والعوايد، خلينا نبدأ بمعلومة للسادة المستمعين. باش نعطيهم معلومة. الرسالة اللي قدمها المتكلم تأثيرها على المتلقي تكون 7% فقط من خلال الكلمات، 38% من نبرة الصوت، و55% إيماءات جسدية، معناها لي جيست فيزيك. يقول القائل علاش يأثر فينا نبرة الصوت؟ ساعات تصير لنا حاجات مشتركة، حتى سيدة المستمعين أكيد عاشوا الحكاية هذية، يشدنا حوار وإلا فيديو نقعدوا نتفرجوا فيه لمدة طويلة جست على خاطر اللي قاعد يتكلم أعجبنا كلامه، أعجبتنا نبرة الصوت نتاعو، طريقة نتاعو في الإلقاء تعجبنا، تخلينا نتشدوا برشا للقاعد للكلام اللي قاعد يقول فيه. ومن هنا نستنسوا اللي نبرة الصوت مهمة جدا في التأثير وفي في الإقناع زادا. صحيح برشا، صحيح. خاطر اكزاكتومون باغ اكزومبل نبرة الصوت مهمة جدا في ما يلزمهاش تكون حاد، ما يلزمهاش تكون عالية برشا، مش منخفض برشا، لازم النطق يكون صحيح، الكلمات واضحة. وكيف كيف مهم جدا استعمال التحكم في مستوى ارتفاع وانخفاض الصوت، الفوليوم نتاع الصوت في الرساله اللي باش نقدموها مهم برشا. فما كلمات يلزمك تعلي فيهم صوتك، يلزمك تنزل عليهم شويه باش توصل اكزاكتوم، باش تشد المتلقي. باغ اكزومبل في لي كونفيرونس فما دي موكلي لازمنا ننزلوا عليهم ونعليو فيهم شويه الصوت باش نشدوا المتلقي. وحتى في السرد القصصي ستوري تيلينغ اللي حكينا عليها الجمعه اللي فاتت، اعتماد درجات مختلفه في الصوت باش تاثر باش تاثر في المتلقي نتاع الحكايه هذيك. وفي الحوارات اليوميه نتاعنا نبره صوتك تنجم تعبر على حالتك النفسيه. اذا كان انت فرحان يبان من صوتك، اذا كان متقلق ولا لطف عليكم ولطف علينا الكل حزين يبان من صوتك. وساعات تبسيمه بركه تسمحها، ساعات يبعث لك واحد ميساج فوكال يبدا يتكلم بتبسيمه تسمحها التبسيمه، تضحك وحدك تتبسم حتى انت معاه. اكزاكتومون. وباش نختموا باش ما نطولوش برشا على توقيت البرنامج وعلى المستمعين، باش نقدموا اضافه للمستمعين نتاعنا، اضافه تكون شامله. التوقف لو تون دو بوز بين الكلمات، فما اكيد يسمع فينا فما منهم دي فورماتور ولا دي كونفيرونسي ولا حتى معلمين. صحيح. فما دونك تون دو بوز نعملوه في الكلام، توقف بين الكلمات، عنده اثر كبير في عمليه التاثير، يخلي المستمع ولا المتلقي يستنى بكل اهتمام شنو باش تقول بعدك التون دو بوز قصير. صحيح. هذا الكل تاثير النبره نتاع الصوت، تاثير صوتنا وطريقه الالقاء نتاعنا في المستمعين. يعطيك الصحة، شكرا ليك يا كوتش، مشكورة جدا من العبيد. يعيشك، شكرا ليك انت يا حبيبي. الله يخليك، ربي فضلك. تأثير نبرة الصوت، ساعات نبداو نحكيو في موضوع تحس عبد يصيح وحده، معناها ساعة ساعة كلنا تتحير فينا الحاجة هذيك. سبحان الله، راهي نبرة الصوت حاجة مهمة ومهمة للغاية، سواء باش تغشش اللي مقابلك ولا باش تفرحوا زيادة. عارف كيفاش تحكم في أعصابك، عارف زادك السويد كيفاش.